احنا استثماراتنا السنه اللي جايه ان شاء الله بنتكلم في حدود ال 200 مليون جنيه باذن الله، شراء ارض جديده للتوسع وشراء خطوط انتاج في الاغلب في حته المخبوزات وسوق السناكس اللي احنا شايفين انه في فرصه كبيره في السوق المحلي، وبرضه في بعض المنتجات صلاحيه طويله للصادرات، وده اللي احنا مستهدفينه السنه اللي جايه. مبيعاتنا ان شاء الله السنه دي مستهدفين ما بين 9 مليار ونص ل 10 مليار الا ربع، فده باذن الله الهدف بتاعنا في 2024. الاجبان احنا فوق 30% الحصه السوقيه بتاعتنا، العصاير 6%، والمخبوزات يعني احنا بنعمل حوالي مليون قطعه في اليوم. ما عندناش ارقام دقيقه للمخبوزات عشان في طبعا مخبوزات بتبقى صلاحيه طويله وصلاحيه اقل من اسبوع، فما فيش ارقام دقيقه ليها. طبعا احنا بنستهدف ان احنا نحافظ على حصتنا السوقيه، لكن الاهم من كده ان احنا طبعا نحافظ على ربحيه الشركه والكاش فلو بتاعها في الظروف. طبعا بالنسبه لللوجيستكس عندنا طبعا مشاكل في الشحن بقى لها فتره من ساعه قصه قناه السويس، ويعني البضاعه بتاخد وقت اطول قبل ما توصل لمصر، فده طبعا غير سياستنا في المخزون. بعد ما كنا بنستهدف ان احنا نقلل المخزون بتاعنا مع توفر الدولار، رجعنا تاني لا نفكر نزود المخزون عشان المشاكل اللي بتحصل واللي زادت طبعا خلال الفتره اللي فاتت حوالينا. والتصدير نفس الحكايه، انك انت عندك بعض الاسواق اللي زي فلسطين زي لبنان زي ليبيا، كل ده بقى فيه مشاكل كبيره، الاسواق دي بتفتح في فترات وبتقفل في فترات، فمش قادره انك انت تحطي يعني مقاييس ليها في الفتره دي للاسف طبعا بسبب المشاكل. ارتفاع فايده يعني ضد الاستثمار بشكل اكيد، ونتمنى مع الوقت ان احنا ننزل عن المعدلات اللي احنا موجودين فيها، لان طبعا ده معدلات طرد الاستثمار بشكل كبير. احنا كنا شغالين بفايده مدعمه 8% لحد من سنتين، وده كان بالنسبه لنا مريح جدا، لكن طبعا اتشالت الاول المبادرات الدعم الفايده اللي كانت للقطاع الصناعي، وبعدين بدات الفايده تزيد واحده واحده مع التعويم اللي حصل، فلا يعني احنا بعيد خالص عن المستهدفات اللي احنا بنفكر فيها يعني. بس في الاخر هي الفايده جزء من المنظومه الاقتصاديه الكبير، ليها علاقه بالتضخم وليها علاقه بالمؤشرات الاقتصاديه، ليها علاقه بصندوق النقد. صحيح ان انا مش من الناس المؤمنه ان سعر الفايده مساعد في اي حاجه في الظروف بتاعتنا، لان احنا اساس التضخم بتاعنا مش السيوله اللي في ايد الناس على قد ما ارتفاع التكلفه، لكن خلاص انت بتمشي على روشته معينه ومضطرين ليه.